ورجعنا لكم تاني بجهاز جديد من طه جيم شوب. احنا معانا دلوقتي جهاز سب وده ريترو زي الموبايل بالظبط، عليه اكتر من 300 لعبه. هنعمل له انبوكسنج سريع. الجهاز ده مش هيحتاج منك وصله كهرباء لانه هو بيشتغل ببطاريه. ده الجهاز معانا سب كتالوج الكنترولر. لو انت عندك شاشه بتدعم كابل الاي في ممكن توصلها على الشاشه وتشغلها معايا برضو. ده كابل الشاحن. طبعا الالعاب كلها مختلفه ولو لعبه متكرره مرتين ده بيبقى جزء تاني. دلوقتي هنجرب ادفنتشر ايلاند. لو انت عايز تلعب بالجهاز زوجي ممكن توصله بكابل اي في عن طريق المدخل الاي في اللي من الجهاز، وهتوصل الدراع التاني في مدخل الشاحن، بالتالي الصوره هتتحول هنا والدراع التاني هيشتغل. تقدر عادي تتحكم بدراع من الجهاز ودراع خارجي.